اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من مكناس مره اخرى مع تلبيه لنداء ورغبه هذه الام هذه اللي اليوم كتقول انها من بعد ما جا وليداتها الصباح يقراوا في هنا في احد المؤسسات الثانويه الاعداديه هنا بحي الروا، تم المنع ديالهم وتوقيفهم في الباب، ودائما هذه حسب الادعاءات ديالها من طرف احد اطر المؤسسه اللي كتقول انه وقفهم في الباب لعدم ادائهم واجبات جمعيه الاباء المخصص لهذه السنه هذه. وغنعرفوا شنو هي الاسباب وراء هذا التوقيف هذا، وعلاش وقفوا الوليدات ديالها، وكتقول انه ما عند حق حتى شي واحد يمنع وليداتي ولا يحرمهم من حقهم في التعلم وفي التمدرس، لان هذا حق قانوني، وهذا يعني هذه نقطه ما يمكنش يناقشها شي واحد معها. غادي نسمعوا مع الاخت شنو واقع بالضبط، وهي كأم اولا. اختي شنو وقع لوليداتك هذا الصباح هذا؟ خويا الصباح جبت ولادي مع 8 ونص ندخلهم يقراوا، من جيت ندخلهم كترجع عندي بنت قالت لي راه ما خلاونيش ندخل نقرا، رانا مقيده في الغياب، يلا معايا عند الحارس العام. مشيت بغيت ندخل عند الحارس العام ما خلانيش السيكيوريتي، قلت له بغيت نشوف المدير، قال لي علاش؟ قلت له راه بنتي مقيده في الغياب هي ما مغيباش. قال لي واش مخلصه لا لاسورانس وجمعيه الاباء؟ قلت له باقه. قال لي تتخلصي لا عاد تدخل تقرا. من جيت بغيت ندخل عند المدير شنق عليا السيكيوريتي هو الاول، شنق عليا دفعته. قلت له حقي ندخل عند المدير، مين سمعني المدير كنغوت خرج لعندي. من هضرت معاه قال لي لا تخلصيها عاد دخل بنتك تقرا. ما خلصتيهاش ما عاد دخلش تقرا بنتك. نعم، وهاد الناس هادو يعني هادو اطر ديال وزاره التربيه والتعليم، كنعرفوا انه جمعيه الاباء راه ما تابعاش لوزاره التربيه ما تابعاش ليهم، هذه اطار جمعوي كيسهر على الراحه ديال التلميذ والدفاع عن الحقوق ديالو. نعم. حنا راه عارفينها، هذا هو القانون، هذا هو القانون، حنا راه قرينا عارفين بزاف د الحوايج، يعني هو اللي غيوريني القانون ديالي رانا عارفه اش كندير. مهما جيت نهضر الا وراه كنهضر على حقي، يعني حق دستوري ديال اي طفل مغربي الدستور عطاه يقرا. حق اي حالات حق اي وليد. زيد يلا زيد كملي اختي. حق اي ولد، هذا الشيء من العهد ديال الحسن الثاني هو اللي هو اللي اش كتقرا دابا في العهد باين عهد الحسن الثاني عطى الالزامي ديال الطفل باش يتعلم. نعم، وهو هذا المدير دابا جاي كيخرج لنا الدراري من المدرسه، يعني من خرجوا من الزنقه الدراري شنو غيتعلموا؟ اللي عارفينو حنايا اللي كنعرف انا انهم اللي ملي كتجينا البولتان من الاداره من عندهم فيها النتائج ديال ولادنا كتجينا فيها وزاره التربيه والتعليم، دايرين فيها وزاره ديال التربيه والتعليم، يعني التربيه هي اولا عاد التعليم. ربي ولنا وليداتنا خويا عاد علموهم، ما تعلموهمش خليونا حنا نعلموهم في الدار. شحال عندك دابا ديال وليداتك؟ عندي بنيه كتقرا في الكاتريام والولد كيقرا في السابعه. شحال طالبين منك؟ عام الاول كنت نخلص البنت 110 ديال الدراهم. دابا من بغيت ندخل عند المدير نهضر معاه ما بغاش يعطيني وقت، وكيغوت عليا وكيدفع، وانا غندير لك انا غنفعل لك، وانا واش انا ماشي من حقي؟ بزز منه يقري لي ولادي، بزز منه ماشي لخاطرو، بزز منه كنخلص الضو، كنخلص الماء، كنخلص الضرائب، علاش باش يقراو ولادي؟ كنضربوا التمارة على ولادنا، الواحد كيموت على ولاده ولا على بلاده. نعم، واش توقفوا اليوم ولا عطاهم انذار نهار السبت. نهار السبت الصباح كيقراوا الصباح ما كيقراوش العشية، دار عليهم المدير قسم بقسم. هذا المدير ديالهم هذا العطري. لا سمية لا اسمح لنا بدون ذكر الأسماء، الله يجازيك بخير. المهم دار عليهم في الأقسام، قال لهم نهار الاثنين اللي ما جابش فلوس الجمعية ديال لاسورانس غنخرجوا من الأقسام ما يقراوش. مين مشيت لعنده أنا قلت له واش هذه مذكرة وزارية؟ إذا كانت مذكرة وزارية نطالع عليها حتى أنا، من حقي نطالع على مذكرة وزارية كتجي كتنص بأن هذا الولد لما خلص جمعية الآباء ولا صورة تيقولوا أنا موسط المؤسسة، كيف يرجع لك الولد؟ كتقال كتقال أخويا. واخا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في دائما، وحنا في هذا المباشر هذا باقيين مع هذه الأم هذه اللي كتقول أنها يعني البنيه ديالها على قبل 2200 هي والابن ديالها اليوم هما تحرموا. دابا ما قارينش ما قارينش هذا الصباح وما يقراوش النهار كامل وما يقراوش غدا الا ما خلصتي. الا ما خلصتش انا ما كنعممش على مين قلت الهضره على الاساتذه كاملين، كاين بعض بعض الاساتذه الشرفاء كيخدموا بنزاهه وكيعلموا بنزاهه باغين يوصلوا اللي تدفعوا معك حتى هو الولد باش يوصل، ولكن ما تبقى ما نقول لكش ما كاينش التعليم، كاين التليفون والويفي والشاط. رئيس جمعيه الاباء فين؟ ما كاينش، كيهضر معنا المدير. ما كاينش امين المالك؟ ما كاينش، كاين السيكوريتي والمدير، هادو هما اللي يمكن هادو هما المسؤولين. جمعيه الاباء ما كايناش. انا كنشوف مع العشره قلتها لك قبيله، كنشوف مع العشره دراري ما كيقراوش، كيهز عاد دفتر ولا ورقه ولا غير برا في يده كيدخل من هذا الباب.
هذاك السطور كينقزوا له من تما يا عباد الله كيلعبوا الكره ما عندهم ما كيقراوش 34 عام 38 عام كتلقاهم وسط القاعه ديال الرياضه كيلعبوا الكره وحنا ولادنا كيقراو ولكن هنا كيبقى حتى الدور ديال الاباء والامهات كنشكيو كنشكيو شتي نهار الجمعه اجي كنخرجوا حتى السبعه نهار الجمعه كيدخلوا مع الثلاثه كيخرجوا مع السبعه اجي مع السبعه وتشوف شنو كيكون هنايا مي كيكون ظلام اجي شنو كيبقى على بلاد الناس هنايا مساكن. نعم رسالتك للمسؤولين الان هنا يعني المسؤولين عن الجانب التعليمي هنا داخل المكناس ينقيو لنا بحال الاشخاص اللي كيقهرونا وكيهرسونا وكيهرسونا ولادنا ما باغنهمش ما باغنهمش حنا بغينا ولادنا يقراو. الدنيا ديالك تاثرات بزاف راك شتي كي دايره شتي انا شحال نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه هو الاول ديال ما عندهاش انا شنو قلت كيحقروا لك ولدك هذيك النقطه ديال ما عندهاش كيحقروا لك ولدك وصل القسم بان واحد عنده واحد ما عندوش انت جاي عايز وحده جايبه 15 مخلي واحد جايب 6 ولا 9 كيف مخلص شكون اللي هرستي دابا شكون اللي عندك الربح فيه عندك الربح بهذاك اللي خليتي جايب 6 و9 وخرجتي مولات 15 علاش هذاك شنو عاد نزل عليه الوحي كاين سي دار بوم رسالتك للمسؤولين رساله يعني يجي يديروا لنا شي حل مع هذا المدير حنا بغينا ولادنا يقراو مدير حنا ما بغيناش حنا يقراو شتي ماشي لا باش يجيو يديروا دابا قاري باش يديروا الاحتياطات ديالهم سمعت اخويا هذه الاعداديه كتهضر على مكناس خاص ضروري تجي لها تفتيشيه ضروري هذه المؤسسه فين كتواجد انا كتجيب حي توارقه اخويا هنا في الروه في الروه في توارقه حدا الجامع الكبير ديال الروه هنا معروف انه واحد الاعداديه وحده الناس على قد الحال الناس الله يعمرها دار كلشي عائله وحده في هذا حي شعبي حي شعبي يعني كنقول لك عائله وحده كلشي مضامن بعضياته كلشي يد فيه الحمد لله المخير كما قلت لك انايا انا من كنهضر من دايتي انا وجبد انا قلت لك راجلي خدام 50 درهم في النهار شنو غندير شريت بها الكتوبه خلصت بها الكراش ما بقيتش ناكل انايا باش ندخلها هي تقرا وباش نكسيها ونصبطها ونشري لها ادوات ندخلها تقرا قدام صحاباتها ونخلص الكراب المول الدار باش ماشي يجي يحل فمو عليا قدام الناس تجي انت من قلت لك هي تقرا تجي تقجني انا وتقولي لا فلوس لاسورونس وجمعيه الاباء السيكوريتي قجني في الباب من داخل عند المدير هكا قجني قجني وخشاني في الحيط بحال هكا تدفعتو عاد دخلت انا عند المدير تا بقيت كنغوت عباد الله دخلوا من الزنقه الصباح مع الثمانيه عاد جات تما جاي عندي المدير كانوا حاضر الاساتذه تما وجاوا شي اولياء تما كانوا جايين مع اولادهم كما قالوا تسلفنا كاين اللي باعت كوكوط كاين اللي باعت كاشاك كل وحده وشنو باعت علاش باش ولدها يدخل يقرا واخا لا رسالتكم واضحه مشاهدينا انا شفت في كما تابعتوا هذه الام هذه كتقول لك انه الان يعني بغات وليداتها يقراو ما بغاوش يضيعوا في الحق ديالهم للحق ديالهم في التمدرس هذا حق كفلوا القانون مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في ودائما وعلى المباشر من هنا كتشوفوا معنا هنا هذه هي الوضعيه هنا امام باب المؤسسه باب الثانويه دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كنتمنوا النداء ديال هذه الام يوصل للجهات المسؤوله كنشوفوا هنا عدد من الامهات اللي واقفات كيتسناو في الابناء ديالهم عدد من المشاكل اللي ذكرتها الام الان كتعيشها المؤسسه كنتمنوا التدخل العاجل للجهات الوصيه على القطاع هنا بمدينه مكناس وايجاد حل لمثل هذه المشاكل لانه الاهم والاهم هو تعلم هاد الاطفال والتحصيل الدراسي هو اهم شيء شكرا لكم على حسن المتابعه والاصغاء والى اللقاء